تحية المصرية الكويتية بالجنيه وميزة نرى لهذا السهم الذي ما زال يتداول فوق الحد العلوي للقناة. واحنا قلنا ان دي منطقة قوية جدا جدا، حتى عملنا شير للصورة دي الصبح على الجروب وقلنا ان السهم يا شباب كل تراجع وفرصة شرائية مش للبيع. طب احنا ملاحظين السهم مشي معانا بهذا الشكل، يعني نمشي مع بعض واحدة واحدة. السهم عمل لنا بيج وان وصححها وعملنا واحد اتنين، ده كله كان تلاتة، وتراجعنا باربعة وعملنا الموجة الخامسة ونازلين على شكل اي بي سي، وده كان تصحيح مكتمل. ولكن صعدنا عملنا اكس زد ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد، ما زالت نظرتنا ايجابية للسهم، وكل تراجع يكون فرصة شرائية، وما زلنا نتوقع على الاقل هنطلع في القريب ان شاء الله نستهدف مستويات ال 42 الى مستويات ال 43 جنيه، وده بالنسبة لنا اول هدف على السهم لو احنا بنفكر في اهداف قريبة جدا جدا. لو احنا على فريم الساعة وقلنا طب نشوف التصحيح بتاعنا، لو احنا ملاحظين ان احنا ما زلنا بننزل داخل قناه سعريه هابطه، لو قلنا هاخد قمه الموجه دي مع قمه الموجه السابقه اللي انهارت منها اخر الموجه وهنرسم القناه السعريه الهابطه، نلاقي نفسنا تراجعنا من عند الحد السفلي للقناه، وكمان عندنا دعم الحد الاوسط للقناه، ودي منطقه قويه جدا جدا كمان. وكمان لو لاحظنا هنلاقي ان احنا بنعمل ضلع تقريبا موازي للضلع ده، يعني لو قلت ان ده ضلع ايه المفروض الضلع اللي بعد منه بيكون اقل في الزخم، واحنا تقريبا ما بين مستويات ال 61 لحد مستويات ال 78 كيلو، والحركه حتى الان حركه عرضيه مش ايجابيه قوي ولكن مش سلبيه. الزخم البيع ضعيف والزخم الشرائي ضعيف، ولكن كل تراجع للسهم هو هيكون فرصه شرائيه الى ان يثبت نموذج انعكاسي قوي جدا ويؤكد عندنا النظره الايجابيه. الحركه حتى الان حركه خجوله واقرب للحركه التصحيحيه، ولكن حتى لو السهم عمل لنا قاطع فيه هيكون فرصه للتعزيز مش الهروب من السهم، خصوصا ان انا شايف ان انا عندي ضلع وعندي موجه مكتمله، وده اللي بيعزز فكره الايجابيه كمان بالنسبه لي غير القناه السعريه الهابط. اول هدف بالنسبه لي هو الاستقرار في مستوى 35 جنيه وقوه، ده هيدي ايجابيه اكتر للسهم، ولكن الهدف الاهم هو مستويات ال 42 43 اللي ممكن يحصل بعد منها تراجع تصحيحي ما قبل تكمله الاتجاه الصاعد والبحث عن قمه جديده. اهم هدف ان احنا ممكن نتخرج عنده هو الهدف اللي لما نروح نلمس في القمه السابقه اللي عند مستويات ال 55، وما زلت شايف ان السهم هيكسر ويعمل قمه جديده في المستقبل. وبالتوفيق.